صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما وجه الرفع في كلمة الصابئون في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون؟ على الابتداء، مبتدأ. نعم. يقول: وقال جل وعلا في آية أخرى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. هذا ماشي على الإعراب، الصابئين هذا ما منصوب اسم إن، علامة نصبه نيابة عن الفتحة أنه جمع مذكر سالم، هذا ماشي على الإعراب. لكن الإشكال في إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى في سورة المائدة، قالوا هذا مرفوع على الابتداء، مقطوع عما قبله ومرفوع على الابتداء. نعم.